هتيجوا نشوف شريف نفسه بيقول ايه. مساء الخير يا شريف، وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ازيك؟ ومشتاق جدا على اللي انتوا عاملينه ده، والله ده كتير دي جدا. دي لا مش كتير ولا حاجه، ده اقل حاجه فعلا. يعني احنا جبنا اللي الناس قالته عنك، انت تستاهل اكتر من كده بكتير. راجل شاطر جدا جدا في شغلك، ويعني شهادتنا تبقى مجروحة. انت كنت زميل عزيز علينا في سي بي سي، ولسه زميل عزيز علينا في الحياة، وصديق عزيز جدا جدا جدا. الحمد لله على سلامتك. اشكرك بجد والله، ميرسي على التقرير اللي انت عاملينه ده، وانا مش عارف ارد اقول ايه بصراحة. يعني حب الناس ده نعمة، والحمد لله ان الواحد شاف حب الناس ده وهو صاحي، يعني هو موجود في الدنيا. ربنا يمد في عمرك يا رب. وانا اكتر حاجه بسطاني ان اخيرا جزء كبير من المصريين اتجمعوا على حاجه، فدي بالنسبه لي حاجه لطيفه جدا. وان شاء الله اعمل عمليه في اول اسبوع في رمضان لتوماس، وهو مستشفى حكومي مع دكاتره مصريين، وانا قاصد ده عشان انا واثق جدا في الطب في مصر، وربنا يسهل وكل حاجه تبقى كويسه. وانا عايز اشكر كل الناس اللي انت عرضت الفيديوهات بتاعتهم دلوقتي، والناس اللي انت ما عرفتش كمان. في كتير جدا، كتير جدا، ناس كتيره جدا كانت واقفه جنبك. يعني خلينا نبتدي معاك. انا عارف انت حكيت القصه دي كتير، مش عايز اعيدها طبعا، بس انت يعني الموضوع اكتشفته ازاي؟ احنا سمعنا الفيديوز بتاعتك، انت كنت رايح تعمل كشف عادي وبعدين اكتشفت ان جالك المرض ده. بص، هو دلوقتي انا كان عندي بليدنج، كنت فاكر انا عندي بواسير او حاجه زي كده، كنت بتعالج على اساس وفضل برضه البيتنج ده مستمر، كان في نزيف. بعد كده اخد، قلت عندي مثلا حاجه في بطني او حاجه، انا ساعات باكل اكل يعني بره جالي حاجه مش نظيفه او حاجه زي كده، بس برضه البيتنج مستمر. فالدكاتره قالوا لي لازم تعمل منظار، فدخلت يوم الثلاث اللي فات وعملت المنظار، ولقوا فيه في القولون ورم، اخذوا منه عينه حللوها وبلغوني يوم الخميس هو يعني ورم كانسر خبيث، لازم اعمل عمليه. يوم الجمعه رحت مستشفى دار الشفاء عند الدكتور احمد عبد العزيز، وشرح لي بالتفاصيل ايه اللي عندي وهيعمل ايه بالظبط، وان شاء الله هعمل عمليه اول اسبوع في رمضان، لان الاسبوع ده عندي شغل كتير ما ينفعش اجله. اما هي دي بقى نقطه مهمه جدا، وناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا سألت طب شريف ليه ما خدش اجازة يرتاح فيها قبل العملية اول اسبوع في رمضان؟ احنا شفنا الحلقة اللي انت طلعت فيها وكلمت الناس، ايه اللي خلاك ترجع؟ ليه ما خدتش اجازة؟ لا واخد اجازة ليه؟ ايه والله ده اللي الناس بتسأله، قول لنا ما خدتش اجازة. انا ما يعني مش شايف، يعني ما انا الحمد لله مش تعبان عشان اخد اجازة، يعني انت عارف الواحد ممكن ياخد اجازة لو هو دكتور مثلا حرارته 41 مثلا حاجة زي كده، ممكن واحد لازم يقعد وما يطلعش بره البيت. بس انت عارف من هو اسمه سرطان خبيث، انت ما بتبقاش حاسس بيه، ما بيبقى مش بتعمل وجع. طول ما انا يعني قادر اتحرك وانزل وانا اللي بروح سايق وبرجع سايق حتى وكل حاجه، وبعمل شغلي عادي وهفضل اشتغل لغايه. وسالت طبعا الدكتور، استاذنت قلت له هل انت مستعجل يعني لازم اعمل عليا بكره ولا ممكن تستناني 10 ايام من دلوقتي؟ قال لي لا ممكن استنى 10 ايام من دلوقتي. قلت له طب هشتغل وهيبقى مجهود شويه في الشغل ده عندك مشكله فيه؟ قال لي لا ما فيش مشكله، وبس هشتغل واصور حلقات رمضان كلها ال 30 حلقه قبل، واول ما هخلص اطلع من الاستوديو اروح المستشفى. ربنا يطمنا عليك يا رب ويطمنك على نفسك. بس انا عايز بقى اسالك سؤال مهم جدا جدا جدا، انت كنت متوقع رد الفعل من الناس ده؟ يعني كنت متوقع ان الناس كلها بلا يعني استثناء واقفه في ظهرك وبتساندك؟ و ما كنتش متوقع كده. في حاجة كمان، في ناس من الناس يعني خليني أقول اللي كانت بتهاجم شريف مدكور النهارده واقفة وبتدعي له. بص قريت الكلام ده، طبعًا كان في حاجات كده كنت يعني بستغرب من إيه، مثلًا واحد كاتب لك إيه، هو بصراحة أنا ما بحبوش بس أنا بدعي له. أنت ما بتحبنيش ليه وبتدعي لي ليه؟ بالنسبة لي كانت بتدعي لي بس كويسة. بس أنا طبعا مخضوض شويه من رد فعل الناس، مبسوط مش هضحك عليك طبعا، وحاسس ان انا يمكن عملت حاجه. بص اكتر ناس يمكن فارقه معايا قوي طبعا الفان بتوعي اللي هم بيتابعوني بقالهم سنين، الفتيات الكبار بعت لي فويس مسجز على الفيسبوك وفي انستجرام، وهم
بيحاولوا ما يعيطوش، انا فاهم صوتك يعني هو بيعيط، فدول طبعا فارقين معايا جدا. طبعا الاطفال انا عندي الحمد لله الله اكبر جمهور فظيع من الاطفال. طبعا مش عايز ساعتين ايه على الانبوكس عندي في حاجات طبيعيه في جمالها. والناس اللي مش عارف برضه الناس جابت منين عنوان دي وبعتوا لي ورد وشوكولاته وحاجات كده، فطبعا انا في حاله حب فظيعه وانا مبسوط بيها اكيد، وحاسس ان ربنا بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا كنت دايما مهتم بمرضى الكانسر وكنت دايما بعمل لهم احتفاليات عندنا في البرنامج وكنت بطلعهم بطرق مختلفه وما يطلعش بقى نقعد نخاف يعني من المرض او كده. والسنه اللي فاتت عملت حركه ان انا في اكتوبر مش اللي فات اللي قبليه ده طلعت على الهواء وجبت ماكينه الحلاقه وحلقت شعري زيرو على الهواء، وده كنت دعما ليهم بالذات الاطفال لما بياخدوا سنين وشعرهم بيقع، وكنت بقول لهم لا ما تلبسوش باروكه ما تلبسوش برنيطه وانزلوا بشعركم كده براسكم كده من غير شعر وقولوا احنا عندنا كانسر، يعني مش شايف ان هو حاجه عيب بالعكس. هو مش كلامه بس يا جماعه، يعني ربنا اختارني ان انا اكون في موقف مشابه لموقفكم وانا دلوقتي بعمل اللي انا كنت بقول لكم عليه. بالظبط كده بالظبط كده، فهو ربنا بقى بيختبرني ويقول لي بص انا عايزك بقى تحس بقى بالاحساس بتاعهم بتفاصيل المرض، فعشان كده انا متقبل الموضوع قوي واخده بصدر رحب جدا، وان شاء الله ننتصر عليه ونقضي عليه تماما. وبقول لاي حد سامعني عنده كانسر خلي المرض بقى يقوي، الكلام اللي انا كنت بقوله لهم قبل ما يجي لي الكانسر خلي المرض يقوي ما يكسركش، وانا بنزل وبروح الشغل وفي الحلقات الشغل بتاعي الحلقات بتنطط وبغني وبرقص بعمل كل حاجه ولا اكيد حاجه. ودي بقى نقطه مهمه انا عايز اقف معاك عندها، يعني احنا ابتدينا في اخر 10 سنين ابتدى يظهر مصطلحات جديده على ودن المصريين شويه، التحرش دلوقتي بقى الناس بقى لها سنتين ثلاثه بتتكلم على التنمر، ابتدينا في مصر نعترف فعلا بحاجه اسمها تنمر، ناس كتير على السوشيال ميديا اتكلمت قد ايه شريف كان بيعاني من التنمر في فترات طويله جدا من السنين اللي فاتت، لكن شريف كان طول الوقت واقف ضد الموضوع ده وبيتجاهله، ولما كان بيرد زي ما الناس قالت كان بيرد باحترام وادب. ودي حاجة أنا عايز أسمعها منك، لأن أنت زي ما بتتكلم مع الناس إزاي تقدر تواجه المرض ده أو تواجه السرطان وهي رفع رأسها لفوق، إزاي قدرت تواجه التنمر ده وتخلي النهاردة يعني 95% من الناس اللي كانت ممكن بتتنمر على شريف النهاردة واقفة بتدعي له وبتقول حتى زي الولد اللي قال اللي أنت ذكرته أنا ما بحب شريف بس بدعي له ربنا يتمم شفاه. بص أنا بالنسبة لي موضوع التنمر ده أنا عمري ما كنت بفكر فيه ده بجد، انا شخص الحمد لله ربنا مديني ثقه بنفسي وانا عارف ان انا لا باذي حد ولا باذي وليا شخصيتي الخاصه بايديها، وربنا ما خلق كل الناس مختلفه ما فيش حد زي التاني، زي ما كل واحد فينا عنده بصمه في صوابع ايديه كل واحد فينا عنده بصمه في مخه، لازم نكون مختلفين، لازم كل واحد يبقى عنده ذوقه في لبسه في طريقه كلامه في تعاملاته، بس اهم حاجه ان احنا ما ناذيش بعض. عندنا شريحه كبيره في المجتمع مش متقبله ده، هي عندنا شريحه شايفه ان الراجل لازم يبقى لابس لبس معين والوان معينه وبيتكلم ستيريوتايبنج يعني. وانا انا انا لا انا ليا شخصيتي اللي انا شايفها وبعتز بيها، ودايما الناس كانت تقول لي ايه اتغير، اقول لهم لا انا اتغير لان انا اختار عشان الناس، انا اختار نفسي عشان الناس، وجه اليوم اللي انا شايف الناس اتغيرت وانا زي ما انا، فده بالنسبه لي ده اداني يعني ربنا طبعا يبعد عن الواحد الغرور، بس اتفق ان انا او حسيت ان انا ايه ده انا كنت صح والحمد لله ان انا ما اتغيرتش عشان ارضي حد وفضلت زي ما انا. الحمد لله. شريف يعني انا بشكرك على وجودك معانا وبشكرك جدا كمان على وقفتك القويه لنفسك وللناس. انا بقى عايز اقول لك حاجه، انت راجل مذيع مجتهد وشاطر جدا وانا بحبك قوي، وانا كذا مره حطيت بوست عندي ما اعرفش حد بلغك ولا لا على الفيسبوك من كذا سنه على فكره من ساعه ما انت بدات. ربنا يخليك يا شريف. كاريزما خاصه ومختلف ومجتهد وشاطر ونطقك في كل اللغات حلو، فجود لك وانا بشكرك على اللي انت عامله لي. لا
انا بشكرك جدا جدا، ويعني دي يعني شهاده صديق عزيز على قلبي بجد جدا جدا. انا بشكرك، ويعني عشان برضو متحمل رساله وانت معايا على الهوا دلوقتي، نانسي نور زميلتنا في اكسترا اول ما عرفت ان انت معانا فتحت عليا الاير بيس دلوقتي، قالت للمخرج بعد اذنك حسام سلمني على شريف وقول له حمد لله على سلامته، وقول له انها بتشكره جدا جدا على دعمك ليها، وبتقول لك شد حيلك وخليك اقوى واقوى. نانسي من المذيعات اللي انا بتفاخر بيها وبقول دايما عندنا بص المذيعات وانا مسميكم الجيل الجديد لان انا اكبر منكم شويه في المهنه، بصوا الجيل الجديد من المذيعين والمذيعات عندنا شاطرين ازاي، بيتكلموا حلو ازاي، وبيلبسوا كيك ازاي، فانا فخور بيكم كلكم. ربنا يخليك لينا يا شريف، وتحيات كل الناس اللي شغاله في اكسترا. انا الاير بيس اتفتح عليا مثلا 30 40 مره، سلم عليه وقول له يشد حيله، كل المذيعين وكل المخرجين والبروديوسرز وكل زمايلنا في اكسترا نيوز وفي سي بي سي بيقولوا لك كل سنه وانت طيب وحمد لله على سلامتك، وهنستناك ترجع تنور برنامجك مره ثانيه يا شارع شريف ان شاء الله باذن الله. كل سنه طيبين ومصر طيبه، كل سنه ومصر طيبين. بمناسبه عيد القيامه المجيد النهارده وبكره شم النسيم، انزلوا وتفسحوا كل الناس وكله فسيخ ورنجه بس ما تتقلوش. الاسبوع الجاي رمضان، ورمضان كريم على الدنيا كلها. ومره ثانيه بشكر كل الناس اللي تعبوا نفسهم وكتبوا كلمه حلوه كده. ربنا يخليك، ميرسي ليك يا شريف، شكرا جزيلا. تيالي الموضوع واضح ليه الناس بتحب راجل زي ده، اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب فعلا، الراجل المحترم النظيف الناس بتحبه، والراجل اللي في قلبه على لسانه وبيحترم نفسه وبيحترم جمهوره الناس فعلا بتحبه. ألف سلامة على شريف مدكور الزميل والصديق العزيز، وربنا يطمن عليه ويعود مرة تانية لبرنامجه وينور شاشات التلفزيون ويرجع لكل محبينه.